عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بالناس الجديدة في الشان بتاعي. اللي جديد يفعل الجرس ويكليك على كلمة أبوني، كل ما نهبط روسات جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون. لهنا باش نخدموا باش نوريكم الروسات نتاع أمك حورية. خذيت كعبات سفنارية قشرتهم بالقدا، نظفتهم غسلتهم بالقدا. لهنا عندي طنجرة فيها الماء باش نقص السفنارية نتاعي ديرانديل وباش نحطها تتسمط في الماء. هذه لي تابلوله نتاع أمك حورية، ومن بعد ان شاء الله تتسمط باش نوريكم كيفاش باش نخدموها، نوريكم باش نفوحوها، خاطر اهم حاجه في سلطه أمك حورية هي الفيح نتاعها. باش نستحقوا الهريسه عربي، باش نستحقوا الثوم، وباش نستحقوا زيت زيتونه خاطر بنتها بالزيت زيتونه، ومعها شويه ملح، وباش نزينوها بالزيتون، تحبوا طن عظم انتما وباش تحبوا تزينوها. اللي يحب على دي روسيت نتاع حاجات حلوه للسهريه نجموا تلقاوهم في الشان الثانية، في قناتي الثانيه، شان يوتيوب الثانيه بتاعي اللي هي اسمها روسيت ماما. ان شاء الله تلقاو الليان بتاعي، الليان تاع الشان موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو هذا. هكاكا نعاونكم بالروسيت نتاع التحليه نتاع سهريه، ونعاونكم لهنا بدي روسيت كيفاش باش تطيبوا معناتها سلطه حاجات اخرى البلا رئيسي. لهنا باش نملح الماء نتاعي وباش نحط السفناريه تتسمط. توا بعد ما حضرت السفناريه نتاعنا تسمطت بالقدا كما قاعدين تراو، ناخذوا فرشيطه باش نخدموها بالفاسون هذي. خليوها تتسمط بالكدا. حضرت لها الفيح نتاعها، حضرت شويه هريسه عربي، شويه زيتون عظمه، تنجموا تزيدوها شويه تون. لهنا عندي ثوم، ثم رابيتو وكهو. فما عبيد تحب تحط بزيد أو بزيد هريسة، فما عبيد هذيك مش نقولكم هنا قديه تحطوا الهريسة والثوم. نورمالمون الثوم تتحط سنة واحدة، أما انتوما كل واحد كيفاه يحب. باش نزيدوها زيت زيتونة، نفوقوها بشوية فلفل أكحل، شوية ملح، على خاطر أنا ديجا ملحت السفنارية بتاعي وأنا قبل ما نطيبها. توا بعد ما كملنا حضرنا السفناريه نتاعنا مقعد كامل باش نفوقوها، ناخذوا شويه تابلو كرويه باش ناخذوا شويه فلفل اكحل، وبالنسبه للملح باش نزيد شويه خاطر انا ديجا ملح. لهنا باش نزيد شوية ثوم، أنا عملت سنة صغيرة، باش نزيد الهريسة العربي، وباش نزيدو الزيت زيتونة. لهنا نزيدو الزيت زيتونة نتاعنا، ونخلطوها. بالنسبة للفحات أنا نقولكم شنيا باش تفوقو، وانتوما كل واحد وشنيا يحب. عبيد تحب برشا ثوم، عبيد ما تحبش برشا، كل واحد شنيا يحب فيها. وتوا مقعد كامل باش نحطوها في صحن تقديم وباش نزينوها. مقعد كامل باش نحطوها في صحن تقديم، وان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت. كيف ما قلنا في المرحلة هذه كل واحد
قرش باش مشي زينها فيلي زيت زيتونه. انا ننصحكم باش تحطوا لها زيت زيتونه خاطر ياسر يبننها. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسائل وان شاء الله تطيبوها وتجربوها وتقولوا لي كان عجبتكم ولا لا. بسلامه.